هندخل دلوقتي بقى في الاوتو كلوجر الاكتيفيشن بتاعها من الديفايس كونفيجريشن. بنختار الاوتو كلوجر فانكشن مع النمبر اوف سايكل، وبنختار كمان الكنترول مود. الكنترول مود اللي هو التريب والبيك اب، بس هنا الموديل بتاع الريلي عندنا مفيش بيك اب، هو تريب بس. فهختار ويز تريب اند اكشن تايم عشان نشوف موضوع الاكشن تايم بالمره. هو هنا الديفايس كونفيجريشن طبعا ما ينفعش اغير فيه برضه بسبب الموديل بتاع الريلي، فانا طلعت اوف لاين وغيرت ودخلت تاني. سيتنج جروب ايه اوتو كلوجر هنعمله اون وهنشتغل عليه على اول سايكل. ايه ومخلصين السايكلز الثانيه عاملينها اهو. حته الاليس والنو دي بتظهر مع الاوبشن بتاع الاكشن تايم بس، يعني لو في اكشن تايم زي ما نشوف لما نشتغل مع وزاوت اكشن تايم مش هنلاقي في السيبريت سايكلز دي، مش هنلاقي فيها اليس ونو. المهم انه الاكتيفيشن بتاع الفانكشن له كذا طريقه برضو زي ما وضحنا، سواء من السيتنج او من الباينري انبوت. لو دخلنا جوه الماسكنج انبوت اوت، انا عندي هنا باينري انبوت، لي عندي السويتش اون والسويتش اوف، ممكن اخدهم على باينري انبوت اللي هم دول وتروح كلوجر سويتش اون وسويتش اوف. بس لو هنعملها يبقى لازم عشان يكون سويتش اون لازم يكون سويتش اون هنا وفي السيتنج، يعني لازم اختار هنا اون وهنا اون، تمام. ولو اوف برضو لازم هنا اوف وهنا اوف. فانا رايح دماغي مش هعمل اساين للباينري انبوت ده، وهنشتغل الاكتيفيشن بتاعه يعني هنخليه اون على طول من السيتنج ده. طيب الاول عايزين نروح نقصين الباينري انبوت. انا عندي 3 باينري انبوت مهمين في الباور سيستم داتا، اللي هم السي بي ريدي والسي بي كلوز والسي بي او لحالات السيركت بريكر. السي بي ريدي اللي هو السي بي 1 طبعا اللي شغال اوتو كلوجر، يبقى انا بشتغل على السي بي 1 مش السي بي. زي ما وضحنا حته السي بي 1 الريلي عاملها مخصوص للاوتو كلوجر، بقيه البروتكشن الثانيه مختار سي بي. فالريدي هختار ادي سي بي 1 ريدي، هي سي بي 1 ريدي. انا هعملها اكتيف لوب عايز ان هي تكون موجوده على طول، تكون موجوده على طول الاختبار، لانه لو عملتها اكتيف هاي هضطر ان انا ايه افعل الاكتيف هاي دي دايما عشان ما يجيبليش اوتو كلوجر نوت ريدي، لان السيركت بريكر ريدي بتسبب اوتو كلوجر نوت ريدي، والاوتو كلوجر نوت ريدي بتسبب اوتو كلوجر بلوك. ف بريح دماغي وبعملها لو اكتيف لوب بحيث ان هي تكون موجوده على ايه على طول. نفس الكلام برضو في الكلوز والاوبن، هفعل الكلوز لو والاوبن هاي بحيث انه يكون كلوز على طول ما عدا وقت الديد تايم، بس هو اللي شايفه اوبن، لانه طالما الريلي شاف السيركت بريكر اوبن برضه هيدي اوتو كلوجر نوت ريدي. الاوتو كلوجر نوت ريدي خاص بالسيركت بريكر ريدي والسيركت بريكر اوبن وكلوز، يعني لو كان شايفه اوبن هيعمل اوتو كلوجر نوت ريدي، ولو كان شايفه سيركت بريكر نوت ريدي هيعمل اوتو كلوجر ايه نوت ريدي برضه. فانا هخلي على طول كلوز بحيث ان هو ايه برضه ما يدينيش اوتو كلوجر نوت ريدي، وبالتالي مش هيديني اوتو كلوجر بلوك. ده كده الثلاثه باينري انبوت اللي انا عايزهم من هنا. بعد كده نروح نقصين باينري اوتبوت. باينري اوتبوت هنا هناخد هناخد هنا بقى من الباينري اوتبوت ايه، عايز الكلوز كوماند اوتو كلوجر كلوز كوماند، وهناخد الريكليم تايم برضه من الاوتو كلوجر سكسسفول، تمام كده. بعد كده بقى نروح نقصين الليدات، ودي اهم حاجه في الاختبار ال ال دي، لان هي اللي بتبين لي كل البروسيس بتاعت الاختبار من اول الانيشيشن مرورا بقى بالان بروجريس، لو كان في بلوك، لو كان في اوتو كلوجر نوت ريدي، لو كان في سيركت بريكر نوت ريدي، كل حاجه كل حاجه لازم تبان. فانا هنا هظبط الليدات من اول فوق هنا كده، ناخد الايه الليدات الاولى على سيركت بريكر كلوزد، الثانيه سيركت بريكر اوبن، الثالثه سي بي ريدي. ممكن اخد السي بي ريدي من هنا از باينري انبوت، او ناخدها من تحت، هي موجوده برضو في الاوتو كلوجر دي الايه السيركت بريكر، سيركت بريكر نوت ريدي دي او دي. بعد كده ناخد الاوتو كلوجر سويتشد اون عشان نتاكد ان هو اون او اوف. بعد كده ناخد الاوتو كلوجر بلوك 5، بعد كده الاوتو كلوجر نوت ريدي 6، بعد كده الاوتو كلوجر ان بروجريس 7. هو هنا مفيش انيشيشن، الاوتو كلوجر انيشيشن ملاش للداي، فانا باخد الان بروجريس. بعد كده لو عايزين ناخد ايه
للداية للسيركت بريكر ألارم. أو الأول خلينا ناخد للداية للسيركت بريكر كلوز كومنت عشان لو في مشكلة في الأوتبوت أعرف إن الأوتبوت خرج، لو في مشكلة في الكونتاكت اللي أنا واخده. ماشي، احنا وصلنا لحد رقم 8 كلوز كومنت. بعد كده سيركت بريكر ألار، ناخدها رقم 10 خلاص، عشان لو في اي مشكلة في السيركت بريكر. يعني انا عامل اساين مثلا باينري انبوت بس انا مش حاقن مثلا، يعني لو انا عامله كلوز وانا مش حاقن طير هيبقى في مشكلة، فاعرف ان في مشكلة في السيركت بريكر لان هيعمل لي برضو اوتو كلوجر نوت ريدي او اوتو كلوجر بلوك. انا باخد ايه اكتر حاجات ممكن توقف الاختبار عشان اعرف الاول ما يوقف المشكلة فين. تمام، لو رحت دلوقتي نبعت الانديكيشن للداتا مش جايبه لك كلوز ولا اوبن، واحنا عاملين الليدات على السيركت بريكر مش سيركت بريكر 1. نظبط سي بي 1 ادي كلوز اول واحده، بعد كده اوبن. تمام، لو احنا بعتنا بس قبل ما نبعت احنا هنلاقي الاوتر كلوجر دلوقتي نوت ريدي وبلوك، ده بسبب ايه؟ ودي مهمه جدا، بسبب ان احنا ما عملناش اساين للانيشيشن سواء اكسترنال او انترنال. فخلينا كده نقصين الانيشيشن انترنال، هنشتغل دلوقتي انترنال انيشيشن عشان نشوف الاكشن تايم لانه هيوضح اكتر في الانترنال، بعد كده نخش على الاكسترنال انيشيشن. خلينا نبعت الاول تمام كده. تمام، البلوك راحت اهي، وعندنا دلوقتي الحالة سيركت بريكر كلوز والسيركت بريكر والسيركت بريكر ريدي والووتر كلوجر اون. خلينا بقى كده نروح نشتغل اول حالة اللي هي الانترنال انيشيشن، فنروح للايرث فولت. نشتغل مثلا على الستيت دي، خليها نون دايركشنال، خلي دي انكتيف نون دايركشنال مثلا على 1 من 10 او 2 من 10، ونخليها انستانتينيوس دلوقتي. تمام،
مبعتنيش. تمام. وين نقصين؟ نقصين ال ناخد الريكليم تايم ثانيتين و الديد تايم مثلا نخليه ثانية. هنا بقى هنظبط الصفحة. أول حاجة السيركت بريكر كلوزد 1 عشان هيبقى فيه سيركت بريكر كلوز تو مع الريكليم. ونخلي ده هنا بقى طيارة اقل من 2 من 10، خليه 1 من 10 نومينال. معلش ايكوال ماجنت 1 من 10. بعد كده ايكوال ماجنتيود. تمام. بس الاول نروح نظبط الانبوت والاوتبوت. انا هنا ايه محتاج اول واحد في الاوتبوت بس، ويكون حالة البريكر سيركت بريكر كلوزد، او خليها سيركت بريكر اوبن ماشي، عشان لما يقفل يعني لما هنقفل الكونتاكت هيبقى اوبن. تمام. وهنا يبقى ده الايه للاوتر كلوجر ديد تايم، ونستخدم التاني ونخليه اوتر كلوجر ريكليم تايم. تمام. يبقى في اول واحده دي السيركت بريكر ايه والكونتاكت مفتوح هيبقى كلوزد. معلش نشيل بقى الباقي دول عشان مش محتاجينهم. يبقى دي اول صفحة الكلوزد. ممكن نقعده ثانية او اتنين. على العموم السيمنز ريلي ما بيشترطش وجود السيركت بريكر كلوز في الاول مدة معينة. هو بيفترض ان هو لازم يشوفه كلوز، بس مش لازم يشوفه مدة ثانية او اتنين. فاحنا هنخليها ثانيتين. نخش على الصفحة التانية نسميها سيركت بريكر تشيب، ودي اللي هيجي فيها الانيشيشن. فهنخلي ده نص امبير، ونصفر دول 0 0 عشان يشغل الارث فولت. الانيشيشن المفروض ان هو يكون مدة قليلة جدا، يعني ممكن نخليه مثلا 50 ملي. هو انا كده كده عامله انستانتينيوس، دي 500، دي انا عايز 50 ملي. تمام. هنا المفروض برضو سيركت بريكر هيكون كلوز. تالت صفحة هنا بقى سي بي ديد، السيركت بريكر هنا هيكون ديد، فهو هنا 0 يكون ماجنتيود، وهنا هيكون ايه اوبن. الصفحة دي كده هيكون اوبن، ودي زمن الايه الريكليم تايم واخدينه بثانية، يبقى نخليها مثلا ثانيتين. ونخلي هنا التريجر الباينري انبوت ايه الديد تايم يقفل. تمام. بعد كده ناخد الصفحة دي كوبي تاني على اساس ان هو ايه قفل، ونسمي دي كلوزد تو، سي بي كلوزد تو، ونخليها اكبر من زمن الريكليم لو خلينا 3 ثواني. والتريجر بتاعها مع الريكليم لما الريكليم لما يقفل. ظبط التايم اساينمنت، نسمي دي اوتر كلوجر ديد تايم. الستارت من ديد لحد الباينري اوتبوت لما يقفل اوتر كلوجر ديد تايم، المفروض ان هو يقفل على ثانية. نخلي 30 ملي ديفيجن. بعد كده ناخد الريكليم ريكليم تايم. هنا الستارت بتاعك من سي بي ديد من سي بي كلوزد تو لحد ما الريكليم يقفل، المفروض ان هي كام ثانيتين.
ونخليها ديفيجن برضو. نبدأ بسم الله. كده تمام اهو، ده الديد تايم بثانية والريكليم بثانيتين. لو عايزين بقى نروح نختبر الاكشن تايم. الاكشن تايم انا هخلي الاكشن تايم ب 200 ملي، ونروح نخلي الايه، نخلي البيك اب، او خليها احسن ايه، خليها 50 ملي بلاش 200، عشان الصفحة بتاعت التريب دي المفروض يعني تكون قليلة. ماشي، انا هخلي الاكشن تايم ب 50 ملي، وهروح اخلي الايرس فولت الديلي بتاعه الديلي 100 ملي، فكده الايه التريب هيجي بعد الاكشن تايم. كبر دي شوية، نخليها ايه مثلا 150 ملي. الصفحة دي لو كبرنا الزمن بتاعها خلينا ثانية او ثانيتين والكلام ده ما بتظبطش، يعني هو لوجيك المفروض التريب ده يكون ايه انستانتينيوس، الاوتوكلوجر بيشتغل مع الانستانتينيوس فولت. خلينا بس نجرب دلوقتي ادي اوتوكلوجر بلوك وهنشوف. مش هي مش هيدي اي كوماند، مفيش اي كوماند طلع. طيب خلونا نروح نظبط الاكشن تايم، وبدل 50 نحطه 150، اكبر من 100 كده بقى، اكبر من 100 ملي. ماشي، بس خلينا نقلل زمن الصفحة دي تاني. اشتغل، وشوف 100 ملي، حتى ال 100 ملي استكترها هنا اهوت، خليها 50. ماشي، احنا عاملين ال الديلي ده كام؟ خلي الديلي ده 40 ملي، اه كده ظبط. هي المشكلة عندي ان لما بكبر الزمن بتاع ال اه ظبط تمام، لما بكبر الزمن بتاع السي بي تريب او الانيشيشن تمام، زي ما قلنا ايه بيدي بلوك تمام. فده كده كانت الاكشن تايم لما ده 40 ملي، وكان الاكشن تايم 50 او 150، فالموضوع ظبط. لو هنخلي الاكشن تايم مثلا انستانتينيوس بلاش، هو اللي اقل قيمه كام، نخليه مثلا 20 ملي. ها، لو خلينا الاكشن تايم ده مثلا 20 ملي، فهو ايه اقل من زمن الديلي بتاع الايه بتاع الانيشيشن، ف يدي بلوك على طول، يدي بلوك. اهو بلوك ومفيش حاجة، نزوده فوق ال50 نخليه حتى 70، اشتغل كده، اشتغل زي الفل تمام. دي كده كانت قصة الاكشن تايم.
وزي ما قلنا عشان نبينها هتبان اكتر في الانترنال انيشيشن، عشان في الاكسترنال انيشيشن محتاج اعمل اساين باينري اوت للاوتو كلوجر ستارت زي ما قلنا والاوتو كلوجر تريب. تمام، فخلينا دلوقتي ان ايه نخش على الاكسترنال انيشيشن. ادي عندي باينري انبوت اهو، طالما انا شغال بكنترول مود كنترول بتاع الاوتو كلوجر بتاع تريب، ف الاكسترنال انيشيشن جايين من الاتنين دول 15 و16 دول اللي هما السنجل بول والثري بول. وطالما انا شغال ويز اكشن تايم، ودي نقطه في منتهى الاهميه، انا لازم اروح اعمل اساين للستارت. لو ما حطيتش الستارت، لو ما عملتلهاش اساين، الاوتو كلوجر هيدي بلوك اول ذا تايم، يعني بمجرد ما هيبقى اوتو كلوجر اون هيعمل بلوك ده لو انا شغال ويز اكشن تايم. لو ويز اوت اكشن تايم خلاص انا ممكن اعمل التريب بس، لان الستارت ساعتها مش هيكون لها معنى. فانا شغال ويز اكشن تايم، لازم نروح نقصينا الباينري انبوت 22، لازم نروح نقصينا الستارت اللي هي 2711 دي. تمام، هاي مع التريب 16 16. نروح بس نظبط الصفعة اول ما يخلص. انا هنا بس هزود الانيشيشن في الباينري اوتبوت، نحطها رقم 2. external initiation apply، وفي الصفحة دي بس اللي هي السي بي تريب، صفحة السي بي تريب نعمل انيشيشن. هنا بقى احنا ممكن نخلي التيار ايه عادي، يعني ممكن نخليه مثلا 100 ملي نومينال، انا اسف 100 ملي ويكوال، والزمن بتاعه مهم جدا يكون اقل ما يمكن، نعمله 50 ملي، نعمله 30 ملي، عشان لو كبرنا بالزمن في الصفحة دي بالذات، ودي في ريليات كتير مش في ريلي سيمنز بس، على اساس ان هو بيحكي عن الواقع انه التريب المفروض ايه يجي زمن قليل. هو انا كده خلص. هلا نروح ايه برضو للتأكيد نقفل الستارت ويز دي اللي هي نو، نبدأ بسم الله. تمام، ظبط اهو، ادي ثانية الديد تايم والريكلين تايم والريكلين تايم ثانيتين. في هنا ملحوظة مهمة، وهي الأزمنة بتاعت السنجل بول دي تايم والسنجل والثري بول دي تايم، هو هيحددها على أنهي أساس، على الرغم إن احنا عاملين أساين للسنجل بول والثري بول مع بعض. احنا هنا كان الزمانين بواحد فمفيش فرق، السنجل بول أهو والثري بول الاتنين بواحد، مفيش فرق. أنا لو كنت عملت أساين للثري بول لوحده كان هيشتغل على الثري بول، ولو عملت أساين للسنجل بول لوحده هيشتغل على السنجل بول، الاتنين مع بعض هيشتغل على السنجل بول برضو. خلونا نشوف كده، لو احنا عملنا عملنا السنجل بول 3 ثواني والثري بول ثانية، نروح نشوف.
ساين سي بي كلوز 2. تمام. نروح نشتغل بس نكبر الزمن بتاع الديد تايم ده، نخليه مثلا 4 ثواني. عايز دلوقتي بقى اشوف ايه هيدي الكوماند بتاعه بعد كام ثانية. تمام اهو ده بعد كام، بعد ال3 ثواني بتوع السنجل بول ديد تايم. طب لو عكسنا، خلينا ده 1 و3 بول 3. شوف كده. اضرب على الواحد اللي هو زمان ليه السنجل بول. احنا زي ما قلنا لو شيلنا السنجل بول خالص وعملنا الثري بول، خلينا الثري بول بس هو اللي شغال، هيترب على الثري بول على اساس ان ايه السنجل بول ما جالوش انيشيشن. وقت كبير اوي. نرجع تاني. كده ترب على الايه، على السريبول على اساس ان هو اللي اسايند. لو جينا عكسنا الحته دي هو ذاكرها في المانيوال، بس كان قايل انه هنشوف الاول. ترجع على ثانية اللي هي السنجل بول. تمام. الحته دي زي ما قلنا هو ذاكرها في المانيوال، انه لو معايا سنجل بول ومعايا 3 بول اللي هيحدد ثواني، طالما انا على الكنترول مود دريب وستريب، يبقى اللي هيحدد هو الاوكسيلري كونتاكت بتاع السيركت بريكر اوبن، سواء هو سنجل بول او 3 بول. لو كان 3 بول يبقى هنشتغل على 3 بول دي تايم، لو كان سنجل بول يبقى هنشتغل على سنجل بول دي تايم. بس هنا هو شغال على السنجل بول بدل التلاتة بول لو الاتنين اتجمعوا، يعني على الرغم من ان انا واخد حالة الثري بول. يبقى على الرغم ان انا واخد حالة الثري بول، هو واخد التايم بتاع السنجل بول. فدي يعني حتة مهمة كنا عايزين نقولها. في بعد كده بقى عايزين نختبر البلوكينج بلوكينج بتاع الاوتو كلوجر. احنا زي ما قلنا البلوكينج بتاع الاوتو كلوجر له كذا حالة،
هنبتدي بالحل الاولاني اللي هي الافتر مانيوال كلوز. فخلينا كده نروح في سيتنج بتاع الريكليم تايم افتر، لا انا اسف، الاوتو كلوجر بلوكينج دوريشن افتر مانيوال كلوز هنخليه ايه، هنخليه 3 ثواني. ونروح نقصين بقى ايه الريكوجنيشن اوف لاين، نخليه مانيوال كلوز باينري انبوت اونلي، ونخلي التايم بتاع السيلين افتر مانيوال كلوز اللي هو زمن الاكتيفيشن ده نخليه قليل جدا. انا مش عايز وقت كبير ليه، عشان اقدر اقيس التايم بتاع الافتر مانيوال كلوز بلوك. تمام، فهنخلي ده 30 مللي، وهنقصين المانيوال كلوز باينري انبوت سيجنال اهو مانيوال كلوز كوماند. تمام، ونروح لو عايزين بقى نحسب الوقت ده بالظبط، خلينا نغير الاوتبوت بدل بتاع الريكليم ونحطه على البلوك، ونبعت. يبقى انا لو عملت مانيوال كلوز الاوتو كلوجر هيكون بلوك خلال الوقت ده، وبعد الوقت ده الاوتو كلوجر هي ايه، هيرجع يشتغل تاني. فخلينا كده نروح نظبط بقى هنا باينري اوتبوت اللي هي مانيوال كلوز. استخدم التالت ده نسميه مانيوال كلوز كوماند، شايف نفس الوقت نروح نغير بقى الريكليم ده ونسميه بلوكينج تايم. في الصفحة الأولانية يبقى دي هيبقى ايه، سي بي ديد وان زيرو ايكوال زيرو ايكوال، وهيبقى فيها المانيوال كلوز كوماند والسيركت بريكر اوبن. احنا قلنا هنا واخدين اكتيف لو كلوز، يبقى لما اقفل يبقى اوبن ومفيش انيشيشن في الصفحة دي. ونخلي زمن الصفحة دي برضو اقل ما يمكن، ممكن 30 مللي ولا حاجة. بعد كده عايزين بقى صفحة تانية من الكلوزد، كوبي من بيست سيركت بريكر كلوزد وان. هنخلي بقى الزمن ده هو زمن الايه، زمن البلوك، فهنخليه اول مرة 4 ثواني، يبقى كده عدى زمن البلوك. فالمفروض بداية من الصفحة التالتة يرجع تاني يشتغل عادي، لو جه انيشيشن يشتغل عادي. بس خلال الصفحة دي هو كلوز وما فيش كوماند وما فيش انيشيشن، الصفحة دي في انيشيشن وكلوزد وما فيش كوماند. تمام، الصفحة الرابعة سي بي ديد تو والصفحة الأخيرة اللي هو الكلوز. أنا مش عايز الصفحة الأخيرة في حاجة، أنا بقيس ال مش بقيس الريكليم، أنا مش عايز الريكليم. تمام كده، يبقى ده المفروض هيبقى فيه زمن ال خلينه تريجر، او خليه تريجر مش مشكلة لما الباينري انبوت لوكينج تايم يفتح. تمام، والسي بي تريب السي بي ديد هيبقى تريجر على الديد تايم. ظبط التايم اساينمنت لوكينج تايم بداية منين بقى، من سي بي كلوزد وان لحد اما الكونتاكت البلوكينج ده يفتح والريكليم هو والديد تايم، اسف، هو نعمل التايم ده بكام، 3 ثواني. نظبط الديد تايم، نرجعه تاني ثانية وثانية. الصفحة التالتة عندها ثانيتين بس،
تمام. فانا هنا عامل زمن اكبر من زمن البلوك تايم. فخلينا نشوف كده ايه اللي هيحصل. تمام، يبقى هنا هو قعد بلوك لمدة 3 ثواني، حلو كده. بعد كده بعد ال3 ثواني الاوتو كلوجر رجع يشتغل تاني نوت بلوك، فدرب لي الدي تايم على ثانية اللي هو الزمن الايه الدي تايم بتاع السنجل بول. تمام، ده كده لو انا عملت ده 4. طيب لو هنعمله اقل من ال3، لو هنعمله 2.9، اقل من ال3، شوف كده. تمام، هنا كده ما جاش اي حاجه. ليه؟ اول حاجه الديد تايم ما جاش لان البلوك استمر بعد الصفحه الثانيه، يعني الصفحه دي 2.9 والبلوك 3 ثواني، فالبلوك كمان استمر 100 مللي اللي هو وقت الانيشيشن. فوقت الانيشيشن كان معمول اوتو كلوجر بلوك، فالديد تايم ايه الديد تايم ايه ما جاش. طيب تاني حاجه ما جاش البلوك تايم ليه؟ لان الصفحه دي زمانها اقل من ال3، فالصفحه انتهت وال الكونتاكت ما فتحش. لو انا زودت عن ال3 حتى لو 3 و100 كده ليه كده هيظبط اهو. تمام كده ده زمن البلوك، هو جاي يقول اقل من ال3 عشان في زمن الايه بتاع المانيوال كلوز ده، لو انا ضفته يبقى هيعدي ال3. تمام، وجد الطيب ده كده. لو عايزين نبص على اول حالة من حالات البلوك اللي هي افتر مانيوال كلوز، الحالة اللي بعد كده في البلوكنج هي الماكسيمم نمبر اوف شوت. والماكسيمم نمبر اوف شوت هنا في تفصيلة هنتكلم عليها بخصوص الاكشن تايم لان هي متداخلة فيها. دلوقتي انا عندي طبعا الكنترول مود وستريب وز اكشن تايم، وانا مختار عدد السايكلز 4 سايكل. فاللي ظهر اللي هنا ايه 4 سايكل، السايكل الاولانية والتانية والتالتة ومن الرابعة للتامنة. كل سايكل فيها ستارت اوتو كلوجر الاود ان ذا سايكل اللي هو السيتنج بتاع الايه بتاع اليس والنو. السيتنج ده ملوش علاقة بالسايكل تشتغل ولا لا، انا بحدد السايكل تشتغل ولا لا من النمبر اوف سايكل اللي بيكون موجود فيه الاوتو كلوجر من بره اللي احنا اخترناه في الاول خالص اهو. يبقى عدد النمبر اوف سايكل اللي هيشتغلوا معايا هم 4. طيب امال ايه السيتنج بتاع اليس والنو؟ السيتنج ده له علاقه بالاكشن تايم، معناه انه لو ان الاكشن تايم بتاع الفيرست سايكل كان اقل من زمن التريب هيخش على السكند سايكل ويتجاهل أزمنة الفيرست سايكل اللي هي الديد تايم اللي هي بتاعت الثانية والثانية دي. تمام، يعني لو عملت انترنال انيشيشن مدته أكبر من مدة الديلي بتاعه أكبر من مدة الأكشن تايم بتاع الفيرست سايكل، فهو هيتجه هيعتبر إن الفيرست سايكل مش موجودة وهيخش على السكند سايكل. فخلينا كده نعمل انترنال انيشيشن عشان نبين الحتة دي من الباك أب أوفر كرنت. تمام، ونعمل الديلي بتاعه كام؟ 50 مللي. نروح للاوتو كلوجر. تمام يس، وانا وقفت الاكسترنال هنشتغل بانترنال، وهنخلي الفيرست سايكل الاكشن تايم بتاعها اقل من ال50، يعني نخليها 30 مللي، والسايكل التانية هنخليها بزمن اكبر من ال50 اللي هي 70 مللي. والديد تايم بتاع السايكل التانية بكام؟ بثانيتين، وبتاع الاولى بثانية، والتالتة والرابعة، ومن الرابعة لحد التامنة ايه انا قافل قافل السايكلز. تمام، هنشوف دلوقتي كده هو هيترب. انا عملت 3 صفحة اهو، الكلوزد والتريب والديت والاكسترنال انيشيشن انا اعتبرته مش موجود في التريب، انا مش قافله، انا واخد انترنال. تمام، التايمنج هيبقى من السي بي ديت لحد ما الكونتاكت يقفل. نشوف ترب على اتدرب على زمن الثانية، زمن الثانية اللي هو اللي هو زمن الديد تايم في السايكل الأولانية.
نسينا بس نبعت عشان كده اتربع على زمان الاولى. كده بقى الايه الاكشن تايم في الفيرست سايكل اقل من الديلي بتاع الاوفر بتاع الارث فولت. نشوف هيتربع على زمان ايه، زمان السكند سايكل. تمام. طيب لو كبرنا ده اللي هنا اكبر من زمن الديلي اللي هو 50 مللي بتاع الارث فولت. تمام. شوف تاني كده ترب على زمن الفيرست سايكل. فالحاصل انه السيتنج اللي موجود هنا ده ملوش علاقة بالفيرست سايكل النمبر اوف سايكل اللي هتشتغل. فعشان نشوف موضوع اللي ايه بقى الماكسيمم نمبر اوف شوتس ده، انا هطلع واخلي النمبر اوف ايه النمبر اوف سايكل واحدة. بس خلينا قبل ما نروح نعمله سايكل واحدة نشوف الشغل مع اتنين سايكل هيكون عامل ازاي. مسيفها. انا هنا هعمل اتنين سايكل بعدد ست صفح. هعيد اول تلاتة دول الخاصين بالفيرست سايكل، هعيدهم هما في اربعة وخمسة وستة. يعني اول حاجة السي بي كلوزد، تمام. ومفيش انيشيشن. التانية كلوزد وفي انيشيشن. التالتة اوبن ومفيش انيشيشن. الرابعه كلوزد ومفيش انيشيشن. كده دي السايكل الثانيه، بدايه السايكل الثانيه. بعد كده التريب، عندي السيركت بريكر كلوز والانيشيشن موجود، واخر حاجه الاوبن ومفيش انيشيشن. بس ايه، نروح نظبط الاكسترنال انيشيشن عشان شلناه. انا هنا انا عامل ايه الشغل على اتنين سايكل، يعني تريب جه في الريكليم تايم بتاع السايكل الاولانية فيخش في السايكل التانية. طيب اساينمنت دي للديد تايم الاولانية ودي للديد تايم التانية. الستارت هنا من السي بي ديد لحد اما الكونتاكت يقفل، وهنا برضو من السي بي ديد 2 يعني ده سايكل التاني لحد اما الكونتاكت يقفل. هو هنا نفس الكونتاكت، فانا لازم اعمل ايه اجنور بيفور الصفحة دي عشان يجيب لي التايم مظبوط، لانه في الحالتين انا واخد نفس الكونتاكت. ومهم جدا ان ايه ان التريجر معملوش في اي صفحة، وبالذات في الصفحة بتاعة الديد. يعني هنا مش هعمل تريجر وهنا مش هعمل تريجر، لان انا لو عملت تريجر وخليت الكونتاكت يتقفل هيقفل، وايه هيقفل بعد اول صفحة، يعني بعد اول تريب او بعد اول كوماند هيقفل. تمام. لان انا واخد نفس الاوتبوت. الحتة دي مهمة، ما اعملش تريجر واعمل اجنور بيفور سي بي دي 2. نروح نشوف هو كده خلاص. بسم الله. تمام. هنا ترب على السايكل الاولانية وهنا ترب على السايكل التانية. ليه؟ لان الكلوز ده عندي الصفحة الرابعة، الزمن ده اقل من زمن الريكليم. لو رحنا لزمن الريكليم تايم، زمن الريكليم عندي 4 ثواني، فكده كده التريب قبل ال4 ثواني. طيب لو انا خليت الصفحة دي 5 ثواني، يعني التريب ده التريب التاني جه بعد الريكليم، فالمفروض ان هو ايه هيترب في المرتين على زمن السايكل الاولاني. تمام.
اهو المرتين ترتب على زمن الثانية اللي هي زمن الصفحة الاولانية. طيب عشان نشوف بقى حتة الماكسيمم نمبر اوف شوت، احنا لازم نطلع ونخليها ايه سايكل واحدة، فاحنا هنطلع اوف لاين ونظبطها على سايكل واحدة. نظبط بس وبعد كده ايه نبقى نكمل. هو دلوقتي خلاص انا مختار سايكل واحده جوه الاوتور كلوجر، تمام، هي سايكل واحده دلوقتي اللي شغاله. فانا هروح اعمل اتنين سايكل نفسهم هما، بس هغير في حاجه عشان نشوف موضوع البلوك، لان البلوك بي الماكسيمال نمبر اوف شوت بيقعد نص ثانيه بس وبعد كده بيرست نفسه، تمام. فالمرحله الاولى او السايكل الاولانيه الصفحه بتاعها ثابته اللي هي الكلوزد والتريب والديد. بعد الديد هخش على كلوزد مره تاني، وبعد كده هخش على تريب، وبعد التريب دي مش هجيب صفحه اوبن، يعني مش هعمل الاوبن اللي هتجيب لي الديد تايم. ليه؟ لان انا لو عملت صفحه الاوبن هو اول ما بيشوف اوبن بيدي اوتر كلوجر نتري واوتر كلوجر بلوك، تمام. فانا عايز اشوف هنا اصلا زمن البلوك ده قد ايه، فهجيب صفحه كلوزد بحيث ان الصفحه الكلوزد دي هي اللي هعاير بيها او هقيس بيها زمن البلوك ده قد ايه، تمام. البلوك المفروض ان هو يجي من اول التريب 2، يعني هو لما يخلص السايكل الاولاني ويخش على تريب تاني المفروض ان هو هيعمل بلوك اول ما يشوف التريب التاني. فالصفحتين دول هم هيكونوا زمن الايه، زمن البلوك. لو دخلت بعد الكلوزد 3 دي على تريب تاني، على تريب تاني واشتغل اوتر كلوجر، ادي تريب وادي دي تايم، معنى كده ان هو ايه قعد نص ثانية بس، تمام. طب لو انا كبرت، لو انا اسف قللت زمن الصفحة دي قوي، لو دخل في التريب خلال النص ثانية مش هيشتغل، لو دخل في التريب خلال النص ثانية بتاعت البلوك مش هيشتغل. فانا زمن الصفحتين دول هيمثل لي النص ثانية بتاعت الايه البلوك تايم، تمام. خلينا نعمل دي مثلا 500 نص ثانية، تمام، ونشوف انا واخد الديد تايم مرتين، تمام، نفس الاوتبوت كونتاكت، هنشوف كده هيشتغل ولا لا. كده اشتغل. طيب لو خلينا بقى نقلل الزمن بتاعه الصفحه بتاعه الايه كلوزد دهيت، انا ما ينفعش اخلي دول ايه صفحه واحده اللي هي التريب والكلوز وازود في زمن التريب، عشان لو زودت في زمن التريب ايه هو ما بيقبلهاش، يعني بيعملها بلوك، بيعتبر ان ده كده ايه مش تريب، ان هو بيقعد ثانيه والكلام. فخلينا ال 500 دي ماشي نقللها بقى، نخليها مثلا ايه 430 مثلا، بحيث ان مجموع الاثنين دول يكون اقل من 500. هنا اشتغل سايكل واحده واعتبر ان هو بلوك خلال النص ثانيه، تمام، والتريب اللي جه التريب التالت جه زمن البلوك، فهو ايه ما اشتغلوش، ما اعتبروش اوتر كلوجر من جديد، تمام. لو كبرنا في ده 430 دي مثلا خليناها 480، المفروض 480 مجموعها زائد ال 50 اكبر من النص بتاعت البلوك، فالمفروض كده ان هو ايه هيشتغل. تمام. فده كده الايه البلوك عن طريق الماكسيمم نمبر اوف شوت، بيعمل بلوك نص ثانيه، وبعد كده الاوتر كلوجر بتعمل ريستارت وبتبدا تشتغل، بتبدا تشتغل من جديد. الطريقه اللي بعد كده اللي بتعمل بلوك لي الاوتر كلوجر، او الحاجه اللي بتعمل بلوك لي الاوتر كلوجر، هي الفيل توبن. الفيل توبن الريلي بيفهمها عن طريق حاجتين، او بيقدر يحددها عن طريق حاجتين زي ما هو قال في المانيوال، تمام. يا اما الديسابير بتاع التريب، يا اما حاله البريكر.
يا اما حالة البريكر ان هي تكمل تبقى كلوزد. خلاص. طيب الزمن اللي بيحدد لي الوقت بتاع التريب المفروض يكون قد ايه، اللي هو الزمن بتاع الووتر كلوجر ستار سيجنال مونيتورنج تايم، يعني المفروض التريب او الاكسترناليزيشن بتاعي المفروض يكون زمنه اقل من الزمن ده، ماشي؟ فخلينا نعمل الزمن ده مثلا 30 مللي، ونروح نعمل التريب او الاكسترنال انيشيشن زمنه زمن الصفحه بتاعتها مثلا 50 مللي، تمام؟ فاصبح الاكسترنال كده ايه انيشيشن او التريب كوماند فضل مده اكبر من المده اللي الريلي حاططها اللي هي ال 20 مللي، فمش هيترب، مش هيدي كلوز كوماند. طيب لو ان ده اقل من 30 نخليها 20 مللي، فهنا ايه عمل الكلوز كوماند. طب هو المفروض عشان نحدد الوقت ده بالظبط المفروض في اوتبوت للستارت مونيتورينج ويندو، الستارت مونيتورينج ويندو اكسبايرد، المفروض ان هو من اول ال external initiation trip لحد اما ال filter open دي تقفل، مش احنا كنا عاملينها ب 30 مللي. زمن الصفحة نخليها 40، أو نكبرها تاني نخليها 60 ولا حاجة. تمام. الفلت هو بنجيب بعد ايه؟ جاب بعد 44 مللي، تمام. احنا المفروض حطيناها 30 مللي، كبرنا زمان خليها 100، عشرين مللي. هو هنا ما اداش حاجه عشان الويندو مدتها اقل من الزمن اللي محسوب، احنا حاسبين الفيلت اوبن تايم اللي هو البروجر ستارت مونيتورنج 20، اسف 30، فهنا الزمن كام؟ 20 مللي، يعني زمن الصفحه اقل من ان هو يجيب التريب ده كده. لو عايزين نشوف التايمر ده نحسبه بالظبط. الطريقة اللي بعد كده في البلوك اللي هي السيركت بريكر ريدي. السيركت بريكر ريدي ليها تايمر هنا اللي هو السيركت بريكر سوبرفيجن تايم. خلال الوقت ده المفروض ان السيركت بريكر يكون ريدي، والوقت ده موجود في الديد، يعني هو بيراقب حالة السي بي ريدي لما يبتدي الايه الديد تايم مش قبل كده، تمام. فلو عايزين نختبره احنا غيرنا الاوتبوتس، هناخد الاوتبوت بقى بلوك
والويندو سيبيريدي مونيتورنج ويندو اكسبايرد. تمام، نفس الثلاث صفح اللي عندنا، بس الصفحة الثالثة هنخلي النوتري دي مع الاوبن. الصفحة الثالثة اللي صفحة الديت تايم، النوتري دي مع الاوبن، وهي الاوبوتس نغيرهم للبلوك او الاوبوت وتاني اوبوت والنوتري دي اول اوبوت اللي يبقى البلوك والتاني هيبقى سي بي نوتري دي. طيب assignment البلوكينج من اول الديد، الاتنين هيبداوا في الديد لانه هيعمل بلوكينج من اول الديد، وفي نفس الوقت هيدي الاوت بتاع النوتري دي من اول الديد برضو. النومينال تي نومينال بتاعة النوتري دي احنا حاطينها بيت ملي، خلينا نشوف كده. هنا ايه ادى طلع النوتري دي بعد ال 100 مللي فعلا، بس البلوك جه بقى عند 614، يعني كانه ضاف 500 مللي، ودي يعني بالتجربه كذا مره، لان ال 500 مللي دول ثابتين حتى لو خلينا التايمر ده بزيرو. اقل حاجه ب 10 مللي، طب خليه ب 10 مللي. شوف هيدي بلوك بعد قد ايه، خمسمية بقى، كأنه ضايف 500. ممكن يكون 500 دي والله اعلم، ممكن يكون انترنال فيكس التايمر على اساس انه ايه اقل زمن بيشوف بيه حالة الريدي ما يقلش عن 500، 500 بلس طبعا التايم اللي هو الايه السيتنج اللي محطوط السي بي سوبرفيجن سوبرفيجن تايم. يبقى هو ممكن يكون في انترنال تايمر 500 مللي فوق التايمر ده، على اساس ان هو ايه يعني يزود التايم بتاع المونيتورنج ريدي ستيت اوف سيركت بريكر. تمام، ده كده ايه اخر تايمر هنختبره في الاوتو كلوجر. طيب لو انا حبينا نعمل الايه السيتنج ده، نو المفروض ما يكونش فيه بلوك، المفروض ما يعملش بلوك. انا كده ايه قلت إيه للاوتو كلوجر ما تعملش مونيتورنج لحالة الريدي بتاعت السيركت بريكر. هنا كده نشوف ما اشتغلش، مفيش اي تايمر من الاتنين اشتغل، لا في بلوك ولا في اوبوت من النوتري دي ويندو اكسبايرد لما عملنا نو. نرجع تاني ويس. كده عمل بلوك، عمل بلوك لان السيركت بيكر نوتري دي. فده كده تأثير الايه السيتنج ده على وجود التايمر بتاع السوبرفيجن. لو ده معمول نو يبقى التايمر بتاع السوبرفيجن ده ايه ملوش اي علاقة، والاوتو كلوجر مش هيعمل بلوك. ده كده كده كان اخر تايمر في التستنج بتاع الاوتو كلوجر.